الرحمن المهدي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عاطف عبد الغفار. البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2019-2023، التوقيع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور الصادق الهادي عبد الرحمن المهدي رئيس قطاع التعليم والثقافة باللجنة الرئاسية، السيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي محمد. برنامج تنفيذي للأعوام 2019-2021 في مجال الإذاعة والتلفزيون بجمهورية السودان والهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية، التوقيع السيد وزير الإعلام وتقانة المعلومات بشارة جمعة أرور، السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأستاذ مكرم محمد أحمد. اتفاق ميثاق الشرف الإعلامي مدونة السلوك المهني، التوقيع السيد وزير الإعلام وتقانة المعلومات بشارة جمعة أرور، السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأستاذ مكرم محمد أحمد.
وسطت هذه الاتفاقات الاثني عشر القطاع الحكومي، والآن جاء دور القطاع الخاص الذي يمثل القاطر التي تعبر عن التعاون الحقيقي بين البلدين، اتفاقية التعاون بين الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني والاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية حول تنشيط أعمال مجلس الأعمال السوداني المصري. التوقيع الأستاذ يوسف أحمد يوسف وممثل مجلس الأعمال السوداني المصري اتحاد الغرف التجارية المصرية. دكتور رياض، أهلا وسهلا. أيضا يوقع الباشمهندس يوسف أحمد يوسف الدكتور رياض البرنامج التنفيذي لمجلس الأعمال للفترة من نوفمبر 2018 وحتى أبريل 2020. نسخة ختام فخامة الرئيسين توقيع بيان ختامي للدورة الثانية للجنة الرئاسية المشتركة الخرطوم 24 أكتوبر.